الساعة الصعبة للغاية على الشمال والنص ساعة لله. هدف يأتي في هذه اللحظات باكورد عن طريق بلايلي في النصف ساعة القادمة. هذا الهدف الذي يصنف على أنه من أجمل أهداف الموسم، من أجمل أهداف الموسم على طريقة بلايلي الكبير، على طريقة بلايلي الكبير. الله على هدف ثاني بهذه الطريقة، بهذه الصورة، بهذا الباكورد يا بلايلي. من يرتدي الرقم 10 جرت العادة أن يسجل هكذا.